شيماء كانت بتسأل برضو، كان سؤالها امبارح متبقي، ان والدهم طردهم من البيت وهم بنات عشان كان عايز يعمل شركة ويعملها باسمهم وهم يقوموا بالإجراءات، فهم رفضوا خوفا من عدم تمام الإجراءات أو لأي اعتبار آخر كما ذكرت امبارح. يأسم طبعا، يأسم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ورواية من يقوت. أنا برعى أولادي دول، مش بس بأكل وشرب، ده بأكل وشرب وربي ووجه واحتضن وكل شيء. فلما أطرد وأرمي بنات برة هم وأمهم ويروحوا يشوفوا بقى عند مين يسكنوا ولا يأجروا، مفيش. فأنت بتقولي أنا سلكت السبل القانونية لكن لم تؤتي ثمارها، لا، شوفي حد يكون شاطر في المجال المحاماة ويكون تاخدي ترفعه قضية نفقة عشان لكم الحق في إن هو ينفق عليكم، ونسعى برضو للإصلاح. يعني دي من ناحية، وناحية تانية نشوف الإصلاح. دايما بنقول دايرة التراضي واسعة قبل أن نلجأ إلى دائرة التقاضي، وما أسلمها من طريقة إن أدت إلى نتيجة. ان احنا بدائره التراضي عن طريق كبير في العيله، حد بيسمع له في الحي اللي احنا فيه، امام المسجد لو مسموع الكلمه عندهم ممكن يقعد يتكلم معاه ويذكره بما يجب عليه من القيام ويذكره بالاحكام وغيرها من الامور، وانه لا يضيع من يقوت ولا يضيع من يعول. فيبقى من دائره التراضي فشلت، نلجا بقى لدائره التقاضي عشان نلحق، يعني من معنى ما نضيعش من معنى، ان اللي عايز ياكل واللي عايز يشرب واللي عايز يتعلم واللي عايز نفقه علاج. فنسال الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، وندعو بالهدايه، وكونوا اساء الينا وهو اب لا مش معناه ان انا اسيء اليه ولا اني اتطاول عليه، انا باخد حقي بادب قدر الطاقه. ونسال الله سبحانه وتعالى انه توفقوا يا شيماء، وربنا يهديه ويصلح حاله، يا رب ربنا يهديه ويصلح حاله قبل فوات الأوان.